السياسة المرتبطة بمنح التأشيرة هي مرتبطة أولا بالسيادة الوطنية، ولذلك أي من الدول لها الحق في التأسيس يعني للقوانين المرتبطة بتنقل وإقامة المواطنين بداخل بلدها، ونحن كذلك أسياد يعني في التقنين لكل ما يرتبط بتنقل وإقامة المواطنين. هذا لا يمنع يعني أيا كانت السياسات المتبعة لا يمنع من التناول يعني هذا الموضوع في إطار اللقاءات التي كثيرا ما تكون بين الإدارات القائمة على الشؤون القنصلية، لكون أن الاعتناء بالمواطن والحفاظ على كرامته وعلى حقوقه يعني تنتج من بين أولويات السياسة الخارجية لأي من الدول.